يعني أعتقد التقدم والسير الحلبوسي وليس في أحسن حالاته على اعتبار كثرة الملفات والقضايا المنشغل بها بعد ما أقيل من منصب مجلس النواب، هو الذي يجعله في موقف لا يحسد عليه على اعتبار أنه جزء منه المقاعد التي حصل عليها في انتخابات مجالس المحافظات، وهي مقاعد لا تتساوى مع حجمه السياسي و التنظيمي وإلى آخره، وبالتالي تمثل هي عثرة في طريقه. وليس يعني البعض يرى أنه المقاعد الذي حصل عليها السيد الحلبوسي في انتخابات مجالس المحافظات هي قد تجعل منه أقوى، أنا أرى العكس، تجعل منه الأضعف، على اعتبار أنه الإطار التنسيقي لا يرتضي أي شخصية في المساحة السنية أن تبدأ تأكل من مساحاتها. نتحدث عن بغداد، نتحدث عن المحافظات التي تعتبر التي تعتبر قوى الإطار التنسيقي إن المساحة أو الضوء الأخضر للعمل في هذه المساحات هي مفتوح لها. فبالتالي المقاعد التي حصل عليها السيد الحلبوسي في الانتخابات الأخيرة تمثل عثرة من أجل السعي أو إكمال مسيرته. نعم. بالإضافة إلى القضية التي تبناها أو التي لوح بها، وإذا نتحدث عن الأمة اللي يتحدث عنها السيد الحلبوسي، وكذلك الحلم الذي بدأ يولد عنده فيما يخص الإقليم السني وكل هذه الأمور، بالإضافة إلى العلاقات طيب. التي بدأ بتنظيمها أو استطاع طيلة الفترة السابقة أن ينظم بعض العلاقات بمعزل عن الإطار التنسيقي. نتحدث عن العلاقات الدولية هي التي تدفع الإطار التنسيقي بالوقوف طيب. ضد الحلبوسي، وأي تحرك من شأنه أن ينعش الحلبوسي في الفترة المقبلة. نعم.